مختطفات من الخطابات الملكيه الساميه، ثم مختطفات من الدور الصور المراجعه من الفصل 12 و13 و14 كجمعيه مدنيه قوه اقتراحيه لتقديم اعاده نظر بعض القوانين اللي هي حيفه على المتقاعد. ودابا حاليا شنو الموجود في الساحه؟ اصلاح تقاعد، ولكن المطلب الحقيقي ديالنا حنايا هو اصلاح المعاشات. لا يعقل هذاك اللي تقاعد في 1990 كان نائب ديال التعليم وكيشبر، والله يرحمه، كيشبر 4500 درهم قد بالاستاذ المعلم سلام 8، علما ان الحاليه اللي كيخرج خالص سلام اقلهم 10000 ديال الدرهم. اذا كقوه اقتراحيه نقترح اعاده نظر في القوانين الجاحفه لاصلاح انظمه المعاشات. دي احنا كيخصنا هذاك، حتى هذا اللي كيخرج اليوم كيخرج لا يعقل عباد الله. وكان مع كل احترام الشخص اللي يكون موقع، واش المشكل مع احترام القاضي؟ حتى الشواش هنا يعيش بالكرامه ويغوش في الابهه ديال العيش ديالو، ما تبقى من الحياه يكون الرصيد ديالو رصيد ديال الاحترام ديال الكرامه، ويقرب ديالو ويعيش الحياه ديالو ما تبقى معهم. ولكن لا يعقل، ورفعنا بعضكم بعض الدرجات ليتخذ بعضكم السفره، وكل ما عمله وما كان عطاء ربك محظورا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء. اما القاضي بحق المشاوش فكاين القضاة اللي ما صابوش ليها الكنازة، ماشي معقول. إذا حنا كقوة اقتراحية كمجتمع مدني حنا خصنا نقدموا اقتراحات لإعادة نظر بعض القوانين المشتبة. نكملوا السسميح وما نطولوش عليكم ولا الإشارة ديالكم.